ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحفل افتتاح مشروع الخط السادس بشركة ألمنيوم البحرين، منوها سموه بأهمية هذا المشروع صناعيا واقتصاديا وتنمويا وفي توفير فرص وظيفية نوعية أمام الكوادر الوطنية وفي زيادة قدرة مملكة البحرين على المنافسة في مجال صناعة الألمنيوم إقليميا ودوليا، بما يعكس توجه الحكومة لبناء اقتصاد متنوع وفق مبادرات تترجم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزز من مبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. بعدها أشاد مجلس الوزراء بنجاح حوار المنام الذي أناب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه، منوها سموه بما تميز به هذا الحدث الدولي الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الخارجية من مناقشات بناءة ومثمرة لأبرز التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والعالم لما يشكله الأمن من أهمية في العملية التنموية، كما تبرز استضافة المملكة له اهتمام البحرين بقضايا الحوار والأمن الإقليمي والدولي. بعدها نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنجاح معرض الجواهر العربية 2019 والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبما تميز به المعرض وما حققه تجاريا واستثماريا وسياحيا، فيما قدم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عرضا إحصائيا تناول فيه أنشطة المعرض من حيث زواره والشركات العارضة فيه وحركة البيع والشراء به. من جانب آخر، فقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه سباق كأس البحرين الدولي الأول للخيل إعدادا وتنظيميا ومشاركة، وبما ظهر عليه من مستوى راق عكس مقدرة المملكة على استضافة مثل هذه الفعاليات المهمة وأبرز ما تسخر به من طاقات شبابية ذات كفاءة في جميع الميادين. وحرصا من سموه على المحافظة على البيئة ومكافحة مسببات تلوث الهواء ومعالجة آثاره، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى رصد ومتابعة جودة الهواء في مملكة البحرين والتأكد باستمرار من مطابقته للمعايير العالمية عبر قياس مؤشرات تلوث الهواء وضمان أن تكون في مستوى المعدلات الآمنة دوليا، وأن يتم تحديد مصادر تلوث الهواء ومعالجة مسبباتها ووضع السياسات والإجراءات للحد منها. وكلف سموه بذلك المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً، بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2014، حيث تنظم اللائحة التنفيذية تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والترقية فيه وتقييم أداء العاملين به والنقل والندب والإعارة ونفقات التجهيز والسكن والتأمين الصحي والتنقل والمصروفات الدراسية لأبناء عضو البعثة وغيرها. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإصدار هذه اللائحة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء في ضوء توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على جدول علاوات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وعلى جدول علاوات أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية، وقرر الموافقة على مشروعي قرارين بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ثالثا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاستعانة بالأطباء البحرينيين في القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى السلمانية الطبي في التخصصات الطبية غير المتوفرة في المستشفى المذكور وتقديم الاستشارات الطبية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. فقد بحث مجلس الوزراء وحال إلى اللجنة التنسيقية مشروع قرار ينظم إجراءات وضوابط الاستعانة بالأطباء البحرينيين العاملين في جهات الطب الخاص لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الاستشارات الطبية بمستشفى السلمانية الطبي والذي عرضته سعادة وزيرة الصحة. رابعا وافق مجلس الوزراء على تعديل لائحة نظام العمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وذلك بإلغاء المادة 5 من اللائحة المذكورة على النحو الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. وفي بند التقارير الوزارية فقد استعرض مجلس الوزراء 4 تقارير وزارية، الأول من معالي وزير الخارجية عن زيارة جمهورية روسيا الاتحادية، والثاني من سعادة وزيرة الصحة بشأن منتدى الصحة العالمي الذي عقد في أبوظبي مؤخرا، والثالث من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نتائج لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط وملتقى الأمن السياحي في الإحساء والمشاركة في معرض دبي الدولي للطيران. والتقرير الرابع من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عن مؤتمر الابتكار الدولي للشباب لعام 2019 والذي عقد في الصين مؤخراً.